في مواجهة موضوع أحمد الجزائري، وشكلنا وفد من رؤساء الأحزاب رحمة 11 رئيس حزب ونقيب المحامين وزرنا السفير السعودي في يوم الأحداث. بلغ فيكم سلم أن هناك نوايا طيبة جدا لهذا اليوم أبداها السفير أن الأزمة كان ممكن يتم تجاوزها، لكن حدث الأحداث في خارج مبنى السفارة. المملكة العربية السعودية لها طبيعة خاصة، وهي لا تفهم في بعض الأحيان أن الرأي العام في مصر أصبح عامل مؤثر وعامل فاعل جدا في السياسات العامة في مصر. بسبب أنا اللي اقترحت هذه الرحلة بالصدفة، من غير كلام محمود الدين مع زملائنا ورؤساء الأحزاب على طاولة واحدة وجه الخبر، فقلت للدكتور سيد بدري: يا دكتور سيد، من قرر رحلة أوغندا؟ قال يلا يلا يا إخوانا، مين عايز يروح؟ مين بتدي كلمة الشعب؟ وبعتوا لنا فواجه نفسه. أنا هجد نفسي على رأس الوجه، ما تشوف نفس القصة، بتشكل الوجه بهذه الطريقة البسيطة. في رموز، في دعاة، في فنانين، في مثقفين، في سياسيين من أقصى اليسار لأقصى اليمين، في إخوان مسلمين، في سلفيين، في ليبراليين. ده كان الوفد اللي بيمثل قطاعات مختلفة في مصر. وما أظنش إن حد من دول يقبل إهانة مصر أو أنهين نفسه، ما عندناش مصلحة شخصية. حتى أما الملك عرض بعد اللقاء نبيل وكنا متجهين للطيارة فورا، هل ممكن تنزلوا بالطيارة على جدة وتعملوا عمرة؟ ويعني فاهمين يعني عمرة مركزة حاجة ضخمة جدا. استشعرنا قدر من الحرج، وقلنا إن دي ميزة شخصية ربنا ادهالنا شكرا، لكن مش المفروض إن احنا نحصل عليها واحنا جايين في مهمة عمل من أجل مصر. صحيح إحنا ما رجعناش أحمد الجزائري وما كانش متصور ده، لكن أحمد الجزائري سيحاكم خلال أيام، وسيكون هناك محامين منا حاضرين، وهناك أوراق طبعاً عليه. للأسف مش كلها إيجاب، لكن في النهاية المسار الطبيعي أنه شخص يجب أن يحاكم فيسلم براءته أو إدانته. لكن في النهاية إحنا مش هنقدر نعطل قوانين دولة ونقول محامين نلوي دراعكم وغصب عنكم وناخد الناس الموجودين. أنا رجعت مع أحد المسؤولين السعوديين ملف المعتقلين من 36، فيهم ناس ليهم علاقة بتنظيم القاعدة، وفيهم ناس ليهم علاقة بحاجات تانية، لكن الحقيقة في بعضهم أوضاع، في بعضهم جهات مصرية رفضت تسلمهم. وهذا الكلام أنا هواجه بيه هذه الجهات في الأيام القليلة القادمة كي نعرف مدى حقيقته. في النهاية إحنا مكناش رايحين نعتزل، إحنا رايحين ننمي علاقات مهمة لمصلحتنا ومصلحة بلدنا. مرة تانية بقول لكم، الوقت ما كانش بطلب من مجلس عسكري، ده فكرة أنا اللي بدأتها بالمناسبة، ولي الشرف، أنا متمسك بهذا الشرف. ليس صحيحا إن عمر سليمان كان عضو في الوقت، فأنتوا كنظام جديد جايين جايبين معاكم عمر سليمان عشان يتشفع عليكم أمام السعودية كشكل من أشكال الضغط لإفساد الرحلة ولإفساد هدفها. الحملة الشنيعة التي شنت على هذه الرحلة أنا أعتقد أنها خطأ يرقى إلى درجة خطيرة برضو من شبابنا المتحمسين أن يراجعوا، لأن فكرة سب الناس وإهانة الناس مش هيكون لها أي أثر غير الناس بتخاف. لما تيجي بعد كده تشكل وفد شعبي عشان تروح تحل مشكلة لمصريين أو لغيرهم أو لغيرهم في منطقة من المناطق أو بلد من البلدان، كل واحد فينا يفكر بدل المرة ألف. إحنا بندفع الطيارة دي من جيبنا، محدش بيدفع لنا، يعني السعودية مش دافعة لنا تبع الطيارة، إحنا دافعينها منذ يومنا، رايحين على حسابنا، أقمنا على حسابنا، ورجعنا على حسابنا. محدش حقق ميزة عشان ننتهي بهذه التلاتة. أنا أرجو إن هذا التوضيح يكون واضح لحضراتكم.